أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز البيع بعد النداء لفريضة أخرى غير الجمعة، أم أن النهي خاص بالبيع والشراء بعد النداء لصلاة الجمعة؟ نعم، هو خاص بالنداء ليوم الجمعة، لأنه هو الذي وردت فيه الآية، وردت فيه الآية، ولم ينهى عن ذلك في غيرها. لكن البيع الذي لا يسأل عن صلاة الجماعة، لا الذي يسأل عن صلاة الجماعة، هذا حرام. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. نعم.